حمم منصهرة وبركان مخيف ومغامرة خطيرة. من هو البطل الحقيقي الذي سيقدم على خوض مغامرة في هذه الظروف الصعبة؟ تذكروا أن كل مغامرة في هذه الحياة تحمل في طياتها حكمة مهمة. إذن تابعوا حلقة اليوم بانتباه لتفهموا هذه الحكمة، واعلموا جميعا أن السرقة عمل سيء، ولكن أن تسرق من صدقك وأتمنك فهذا عمل أكثر من سيء. تابعونا. مر من هنا. هيا يا جنان، عليك مرافقتنا. لما تريدها أن ترافقكما؟ ولماذا فوجئت؟ باهر جائع ويرغب في تذوق الطعام الشهي الذي تعده جنان. أنا غير موافقة ولن أطوى لكما أي طعام. لا يهمني إن وافقت أو رفضت يا صغيرة، صديقي باهر هو الذي يقرر ذلك. أكرهك يا زاهر. زاهر، نفذ ما اتفقنا عليه. أيها الصغير المزعج، أنا أنصحك بألا تجبرني على استخدام القوة معك. تعالي معي. اتركها يا باهر، جنان سترافقني. هيا يا باهر، هيا بقوة أكبر، تكاد تفوز. هيا. سمعت صوت بكاء، ما الذي يحدث هنا يا صغار؟ هيا غادري، هذا أمر خاص ولا علاقة لك به. شكرا لك، لقد أنقذتني. أعذرات الطفل، سأغادر في الحال. لا داعي إلى أن تغادري. يبدو لي أنك في حاجة إلى المساعدة. نحن في خدمتك. لما لا تكفاني عن التدخل في شؤون الآخرين؟ إنها غريبة عن هذا المكان ويجب أن نساعدها يا جنان. أنا وصديقي باهر نحب مساعدة الآخرين كثيرا. هذا جيد، فأنا أحتاج إلى المساعدة. نحن في خدمتك يا أنسة. أنا أدعى كنان وهذه شقيقتي الصغيرة جنان. أخبرينا بمشكلتك يا أنسة. لن نوفر جهدا في المساعدة. هذا لطف منكم، أدعى حنان. كنز جدي مخبأ في كهف وراء ذلك الجبل، ولكن لكي تحضره عليك السير مسافة طويلة، ومن ثم اجتياز الحمام المنصهرة. لم يستطع أحد في قرية الوصول إليه، فهل يمتلك أي منكم الشجاعة لخوض مثل هذه المغامرة؟ قلت كنزا؟ لتحضر الكنز يجب أن ترتدي هذا الحذاء، ولكن يجب أن تعلموا أن الحذاء هو من يختار صاحبه، فلا يناسب إلا ذا الحكمة والشجاعة. يبدو الأمر رائعا حقا. سيدتي اسمحي لي أن أجربه. رائع. يجب أن تمتلك الحكمة والشجاعة. انظروا، هذا أكبر إثبات على شجاعتي.
هذا واضح، والآن جاء دورك أيها الذئب. انظري، إنه يناسب قدمي ويبدو أنني من سيخوض هذه المغامرة الخطيرة. أخيراً وجدتك. لا أصدق أنه استطاع ارتداءه. أظن بأن عليكم جميعاً بأن تعترفوا بشجاعتي. الذئب الشجاع زاهر سينطلق. كف عن التفاخر ودعنا نذهب لإحضار الكنز. هيا نذهب في نزهة حول الغابة. انتظر يا كنان، أنت الوحيد الذي لم يجرب الحذاء. أنت تحضرين وقتك يا آنسة، إنه جبان وأخرق صدقيني. ما المانع؟ قد تكون أنت الشخص المناسب للمهمة. هل تظنين ذلك؟ جنان على حق، لذا أرجوك أن تجرب الحذاء الآن. هل سمعت كنان الحكيم الشجاع؟ سيضع نفسه في موقف محرج. إنه مناسب تماماً. هذا رائع، بداية جيدة. إن كنت الشخص المناسب لهذه المهمة فسيظهر ميزاته الخارقة، وإلا سيثبت في الأرض يا كنان. ليس هكذا، عليك أن تتحرك. رائع. انظروا إلي، إنني أطير. هذا أشبه بالحلم يا أصحاب. كنان يطير. كنان، أخيرا عثرت على الشخص المناسب للمهمة. أخي يجب أن تذهب لكي تحضر الكنز. بكل سرور، هذا واجبي يا آنسة. الكنز؟ يجب أن نحصل على الكنز يا باهر. لكن كيف؟ لتحضر الكنز عليك أن تمشي فوق الحمم الملتهبة، فهل أنت مستعد لهذه المغامرة؟ لا تقلقي، فأنا واثق بأن هذا الحذاء العجيب سيساعدني. ونحن سنرافقه لكي نساعده بالتأكيد. أسرع يا كنان. حسناً. انتظر يا كنان. هل تعبت يا أخي؟ لا لم أتعب. نكاد نصل. إنه سريع جدا. هذا بفضل الحذاء. لا شك في أنهما استسلما الآن. أرجو أن يكون كلامك صحيحا، فأنا أخشى أن يسرقا الكنز منا. مرحبا يا جنان. سنصل إلى الكنز قبلكما. تمسكي بي جيدا يا جنان. الأفضل لكما أن تنسحبا من هذه المهمة. توقف يا كنان. ما الذي تريده يا زاهر؟ اخلع الحذاء. لما تريده أن يخلع الحذاء؟ ليصلا إلى كنز الجد قبلنا فيسرقاه. هذا بالتحديد ما نفكر فيه يا عزيزي. الكنز ثمين جدا. سنبيعه مقابل مبلغ كبير من المال. يمكننا تقاسم المال معكما. سيارة سريعة. لا 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 لا، انظر سيارتنا تطير. يا له من حذاء عجيب، إنه يمتلك قوة فريدة. هل سنتابع؟ بالتأكيد، هيا بنا. إنهما يغادران. نحتاج السيارة للحاق بهما. انظر، سيارتنا ستهبط. سيارتي. يبدو أن سيارتنا لا تجد الهبوط يا باهر. الحرارة عالية، لن تجوى من الحمم. لنرمي الغصن ونرى. هذا مخيف. لكي أحضر الكنز علي أن أمشي فوق الحمم المنصهرة، وأنا واثق بأن هذا الحذاء سيساعدني. لا تفعل، غير معقول. أخبرتك أنه سيساعدني. انتظريني هنا، سأحضر الكنز وأعود بسرعة. كن حذراً يا أخي.
لإحضار الكنز. سنموت قبل أن يرجع. كيف حالك يا جنان؟ إلى أين تظنين أنك ذاهبة؟ هذا صوت أختي جنان. إن أردت الحفاظ على سلامتها فعليك أن تحضر إلينا كنز الجد. حاول ألا تتأخر في العودة، كما أنني أحذرك من محاولة خداعنا، لأنك إن فعلت ذلك فستسبح أختك الصغيرة في هذه الحمام. ستندمان أشد الندم إن آذيتماها. ما هي إلا دقائق ويصبح كنز الجد بحوزتنا. لا تفرح كثيرا، فأنت تعرف كنان جيدا وتعرف أنه لن يسلمنا الكنز بسهولة. بل سيفعل. لا شك أن الكنز مخبأ وراء هذا الباب الحجري. لا أستطيع فتحه. يجب أن أحضر الكنز بسرعة، فأنا أخشى أن يؤذي جنان إن تأخرت في العودة. لابد من طريقة لفتحه. ما هذا؟ الآن فهمت، الحذاء العجيب هو المفتاح. استطعت الوصول إلى الكنز أخيراً. سأحضره وأذهب لإنقاذ جنان. أخشى أن كنان قد عثر على الكنز وهرب به بعيدا. كنان لا يتخلى عن جنان، أظن أنه مات بسبب الحرارة. أيها الأحمق. إنه يمزح. كنان بخير وسيعود قريبا يا جنان. انظر يا باهر، ليس هناك سوى طريق واحدة للعودة. إنه صوت كنان. لن أسلمكما إياه قبل أن تطلقا سراحها. سعيدة برؤيتك سالما يا أخي. لا شك في أنه صندوق مملوء بالذهب. لا تقلقي، أنت بأمان الآن. هذه المرة سيتحقق حلمنا في الثراء يا زاهر. أي نوع من الكنوز هذا الذي يجعل دبا مثل باهر يخاف ويفقد صوابه؟ هذه العظام رمز لقريتنا. شكرا جزيلا لأنك أحضرتها يا كنان. سعيد أنني استطعت أن أعيد إليك شيئا مهما كهذا. انتهت المهمة وعليك أن تعيد الحذاء إلى الآنسة اللطيفة. الحذاء أصبح لكنان، هذا أقل ما يمكنني فعله لأشكره على مساعدة. شكرا لك. أنا سعيدة، فأنت تستحق المكافأة. تذكر أن قوته تظهر من أجل عمل الخير، وهو المطلوب. هل تعلمين إلى أين يذهب كنان يا جنان؟ ما دام الحذاء يخرج قوته من أجل عمل الخير فهو ذاهب من أجل ذلك.